جزاكم الله خيرا. من أسئلة السائلة فضيلة الشيخ تسأل عن الأب المشرك، هل يرثه أبناؤه إذا مات قبل أن ينصح؟ لا، إذا مات على الشرك فإنه لا يرثه أقاربه المسلمون، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. فإذا مات على الشرك نصح أو لم ينصح، إذا مات على الشرك فإنه لا يرثه أقاربه المسلمون، وإنما يرثه أقاربه الكفار، وذلك قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث كافر المسلم ولا المسلم الكافر. أولو الأرحام يتوارثون، المسلمون يرثون قريبهم، والكفار يرثون قريبهم الكافر. نعم.